لكن دايما النادي الاهلي لما بنتكلم عنه بنقول النادي الاهلي دايما غير، النادي الاهلي مختلف. بالمناسبه مش دي شعارات ان احنا بنقولها، لا ده واقع عشناه ولمسناه في النادي الاهلي. شوف النادي الاهلي في مشكله حصلت في الفرقه، محمود كهربا اللي خرج من المعسكر ورجع مصر، وبالمناسبه محدش عرف بالمشكله غير لما النادي الاهلي والموقع الرسمي اعلن وقال، وبدات الناس بعدها تجتهد. النادي الاهلي لما بيكون عنده مشكله بيشاور عليها وبيصلحها، وبيكون هو اول من يبدا باصلاح هذه المشكله، ما بيكبرش وما بيقولش لا. علشان كده هي دي مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليها دايما. هرجع بقى لحضراتكم لورا شويه، عشان لما بقول النادي الاهلي غير مش مقوله ولا شعارات احنا بنقولها، لا ده واقع فعلا احنا بنحسه وبنلمسه. شوف مشكله حسين الشحات مع الشيبي لاعب بيراميدز، النادي الاهلي عمل ايه بمجرد حدوث الوقعه؟ مدير الكره تاني يوم في لجنه التخطيط ومع رئيس النادي ادى عقوبه للاعب. لجنه التخطيط ورئيس النادي شافوا عقوبه مدير الكره كان وقتها كابتن سيد عبد الحفيظ مش مناسبه ومش بحجم المشكله اللي عملها حسين الشحات. النادي الاهلي هو اللي ضاعف العقوبه علشان المشكله اللي عملها حسين الشحات، هي دي مبادئ النادي الاهلي. وبعدها جت عقوبه الاتحاد المصري لكره القدم. شوف موضوع كهربا ده كان في غرف مغلقه ما يعرفوش غير اللعيبه وغير الجهاز الفني والمدير الرياضي الكابتن محمد رمضان اللي خد القرار. علشان كده بقول دايما النادي الاهلي مختلف. انا بقول الكلام ده علشان المشكله اللي حصلت في الامارات من قبل لاعبي نادي الزمالك، اللي انا حزين ان الموضوع وصل لهذا الامر. ما كنتش اتمنى المشكله توصل لهذا الامر. دوله الامارات دوله شقيقه فعلا مع مصر، ليها مواقف كبيره جدا مع مصر. بنشوف لما بنروح الامارات الناس بيستقبلونا ازاي في كل البطولات، منتخبات، أندية، كأس العالم للأندية، في بطولة السوبر المصري، حفاوة كبيرة من أول الاستقبال في المطار. علشان كده كنت أتمنى من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك لما كانت في مشكلة كان يبقى في اعتذار والناس تتفهم الموقف، وكانت تبقى المبادرة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك، وكان الموضوع اتلم. كان الموضوع كان خلاص كان يبقى أفضل من دلوقتي وأسهل من كده. علشان كده لما بنتكلم عن مباراة العين القادمة والترتيبات اللي هتبقى ليها إن شاء الله، شوف استقبال النادي الأهلي لأشقائنا في العين الإماراتي لما يجوا مباراة انتر كونتيننتال في مصر، شوف الاستقبال هيكون إزاي، الحفاوة اللي هيشوفوها إزاي من هنا من مصر، الاستقبال اللي هيتمه النادي الأهلي في المطار كمان. هي دي العلاقات وهي دي الرياضة وكرة القدم اللي بتجمع دايما ما بين الشعوب.